اهلا بكم. وده نتيجة الطريقة بتاعت تعليق بذرة المانجا. طلعت اهي ساق بورقة وطلعت جذور والدنيا زي الفل. لو ما غيرتش المية كل يوم او كان في القشرة اللي عليها اللي هي بتتعفن بسرعة دي كانت موجودة وما شلتهاش، هتعمل شوية العفن ده، بس ده مش هيأثر عليها خالص لأن هي لسه خضرة وشغالة. أنا اللي يهمني الجزء الأولاني، هو ده اللي يهمني، الباقي ده عادي هو شغال وكل حاجة ما فيهوش أي حاجة. طيب هنعمل إيه؟ جدر جميل جدا أهو، بس لما بيوصل للمرحلة دي بيبقى زراعته صعبة شوية. ليه؟ لأن أنت هتحفر كتير قوي وبنبقى خايفين إن الجدر يتكسر منك، لو كسر خلاص الشتلة دي شكرا كده. هنعمل إيه؟ مش مهم البذرة تبقى كلها بره التربة ولا جزء منها، مش مهم خالص. يعني ايه؟ انا دلوقتي هجيب المكان اللي هزرع فيه، وطبعا متحجر تماما، يعني مفهوش مية يمكن بقاله شهر كالعادة. انا بحجره تماما وبعد كده احطه تاني في التربة. ده النوع اللي انا بستخدمه من التعقيم، اللي هو التعقيم بالشمس، افضل نوع بالنسبة لي. اهو نهوي التربة كده شوية، لكن بعد كده لما بروي طبعا كل الايه الشغل ده يعني التحجر ده بيروح والتربة بتبقى باينة يعني. طيب هنعمل ايه؟ هنروي، هناخد بقى دي كده اهو شوية وهروي التربه الاول. ليه هتروي التربه الاول؟ عشان انا عايز احفر كتير قوي من غير ما اشيل من التربه، يعني من غير ما اخلي التربه على نص القصيص من تحت. وهخرم مسافه الجدر، شوف الجدر هنا مسافته قد ايه، بص الجدر هنا مسافه اهو، هاجي هنا اهو وهخرم. نعمل كده، خرمت خرمة كبيرة قوي. وبعدين هعمل ايه؟ هفضل ماسكها بالدبارة او افك الدبارة، مش فارق خالص. انا من الاول ما كنتش رابطها جامد عشان كده. عموما هي كده كده هتتحلل في التربة، رابطها بالدبارة، زرعتها بالدبارة، مش فارق، كل الكلام ده مش فارق. اهم حاجة ان الجدر ما يحصلوش حاجة، ده هو مربط الفرس. اهو كده خلعت الدبارة، ما يحصلوش حاجة كده، وما اضغطش عليها وما سيبهاش، لا ابتدي اردم بتربة مفلفلة، تربة ناشفة تماما اهي كده اهو. هي نزلت حوالين الجدر وملت وظبطت الدنيا اهي اهو. طيب لما بقى اروي اهو كده، لما اروي هتلاقي البذرة هتبان تاني. لما هروي دلوقتي اهي البذرة بانت اهي، النقطة اللي من فوق الوش، والله غطست كلها ما غطستش كلها مش فارق خالص كده، مية مية. ونفضل بقى معاها في الري لحد ما نتأكد ان كل التربة شمت ماء. اهم شيء دلوقتي الشمس، وريتها شمس انت بتعدم الشتلة. الشمس مش دلوقتي خالص، الشمس لسه بعد اسبوعين ولا حاجة، لكن مش في مكان ضلمة، تفضل منورة زي ما هي منورة كده، تاخد على جنب وخلاص الشتلة كده دي بقت تمام. وان شاء الله نشوف بقى مراحل تطور الشتلات كلها ونموها في فيديوهات قادمة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، حتى نلتقي في فيديو جديد. شكرا، السلام عليكم.